نشرة أخبار النقابة. نشرة إخبارية عن شؤون نقابة المحامين في مصر، تتابعونها عبر الموقع الرسمي لنقابة المحامين. بحضور 6500 محام، انعقاد المؤتمر السنوي 19 للمحامين بالغردقة تحت شعار تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة. بدء توافد المحامين من جميع المحافظات على مقر المؤتمر. نقيب طرابلس لبنان محمد المراد يلقي كلمة باسم الحاضرين من النقباء العرب، يشيد فيها بتجربة تعديلات قانون المحاماة معتبرا إياها مثلا يحتذى. إنه لإنجاز عظيم، إنجاز تتفرد فيه نقابة مصر وتتقدم عن سواه بفعل رجال كبار أعطوا معاني للنضال والدفاع عن حرية المحامي، عن كرامة المحامي، عن استقلال المحامي، عن سيادة القانون. يحيى التوني أمين صندوق النقابة يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية. أقول إذا غنت أم النقابات العربية النقابة العامة هزجت الغناء فيحاء الوطن الغردقة، ورددت النشيد وزادته بعد الغناء إطرابة لمحامي مصر والعرب، عربي اللسان والقسمات والجنان. النقيب العام في كلمته الافتتاحية للمؤتمر يصف تعديلات قانون المحاماة بأنه الميلاد التشريعي الثاني لنقابة المحامين. سوف يذكر التاريخ الميلاد التشريعي لنقابة المحامين عام 1912، وسوف يذكر التاريخ الميلاد التشريعي الثاني لنقابة المحامين في 2019. هذا الميلاد العسير الصعب الذي واجه أعتى وأشرس العداوات. سامح عاشور يعلن 700 مليون جنيه فائض في ميزانية المحامين، ويعلن زيادات مرتقبة في معاش المحامين يصل الحد الأدنى فيه إلى 1000 جنيه. الأمر الأول هو أنه معاش المحامي بيخصم منه خروج أي مستحق من المستحقين، مقدم على الجمعية العمومية القادمة قرار بالاحتفاظ بكامل المعاش لآخر مستحق للمعاشات. تحتفظ أسرة المحامي حتى لو بقي فيها واحد أو واحدة، ابنة أو أرملة، بكامل المعاش الذي حصل عليه أو حصلت عليه الأسرة. هذا هو القرار الأول. القرار الثاني وهو المرتبط بموارد الزيادة المباشرة لتحصيل أتعاب المحاماة عند المنبع، الآن مقدم إلى اكتوار النقابة مشروع برفع المعاش أو الحد الأقصى من 2000 إلى 3000 جنيه، وسوف نقدم ندعو لجمعية عمومية. أنا بتكلم عن المرحلة الأولى، ندعو جمعية عمومية لكي تنظر في التقرير وتنظر في الزيادات المستحقة أو التي يمكن أن تحقق للمحامي. النقيب العام يقول صفقة القرن تهدف لتفتيت الأمة العربية وتقويض دور مصر. بس لازم تبقوا فاهمين كمان انه مطلوب ان العراق تتجزأ وتبقى 3 دول، ومطلوب ان سوريا تبقى 10 دول، واليمن تبقى اكثر من دولة، وليبيا اكثر من دولة، والخليج
بلا ملامح، ومصر مطلوب أن تضرب وأن تقوم. حمى الله مصر لأنها هي التي سوف تحمي ميزان هذه الأمة. ويؤكد: لا نستخدم القضية الفلسطينية كدعاية، ورب أولادكم على عروبة فلسطين، ووجود إسرائيل خطر على العرب. وفي كلمته عاشور يقول: نقابة المحامين لن تدفع فواتير من يسعى لقلب نظام الحكم، والمحامون يجددون دعمهم لأجهزة ومؤسسات الدولة ضد الإرهاب. يا أخوانا، أنتوا عايزين تسلموا مصر لمين؟ عايزين تسلموا مصر لمين؟ عايزين نسلمها لمين؟ للإخوان المسلمين؟ مش هينفع. لفريق عسكري؟ مش هينفع. لأمريكا؟ مش هينفع. لتركيا أو قطر؟ مش هينفع. لأي عفريت أزرق؟ مش هينفع. مصر مش ممكن تتسلم إلا للمصريين، ومهما كانت الأخطاء. وإحنا مش بنقول كده علشان نبرر لحد أخطاء. في أخطاء يمين، في أخطاء شمال، وهتحدث هذه الأخطاء كل يوم. هو فيه حاكم ما بيغلطش، وفي حكومة ما بتغلطش. عندنا أخطاء كثيرة جدا، بس نصلحها ولا ندمر البلد؟ نصلحها، نصححها، ونقول الغلط فين، ونتحاور فيه، إنما نوقع البلد علشان نسلمها لحد تاني بره الموضوع، بره الحساب؟ لا والله، هذا لن يحدث، ولن يقبله الشعب المصري، ولن تقبله نقابة المحامين. أنا باسم المؤتمر كله، باسم حضراتكم، بقول للجيش المصري: احنا معاكم، وبنشد بأيديكم في مواجهة الإرهاب والإرهابيين في سيناء وغير سيناء، وما تسمحوش لحد يضربنا ولا يخترقنا ولا يخترق سيناء ولا يخترق الوطن العربي في أي مكان فيه. إخوانا، الجيش المصري ضمانة لحماية الأمة العربية كلها، بس تروح حاله. في اليوم الثاني للمؤتمر، لجنة مشروع قانون الإدارات القانونية بالمؤتمر برئاسة النقيب العام تعد بتقديم تعديلات قانون محامي الإدارات القانونية خلال انعقاد البرلمان في أكتوبر الجاري. ما ينفعش البرلمان يضرب قانون مرتين، يترفض النظر ثاني، دور واحد، ما ينفعش. علشان كده احنا اتأخرنا. نمرة اتنين، أنا ما قلتش القانونين هيخشوا مع بعض عشان يتناقشوا مع بعض، لا، ادخلوا مع بعض علشان يتناقش ده قانون ثم اتأخر. ليه؟ لو دخلت على فكرة قانونين مع بعض ما كانوش الاتنين ضربوا. عشان تبقوا فاهمين ايه؟ تكتيك التقديم والتأخير ما ينفعش تقدم العام مع الخاص. أضعف الاثنين وخصوم الاثنين ينعكسوا على الاثنين تضيع الدنيا. لكن دلوقتي احنا خلصنا من العنصر الأساسي. انتوا أولاً عندكم سلاح جديد مضاف. النص الدستوري المتعلق باستقلال محامين الإدارات القانونية. كل نص في قانون الإدارات القانونية يمس الاستقلال المهني ضرب. والله وبالتالي احنا ده المثل. فين النصوص اللي بتمس استقلال المحامي؟ محامي الإدارات القانونية. تسلط الإدارة موجودة، احصروها. احصروها. وهي دي اللي ندخل عليها بالتعديل. فنشيلها. يبقى احنا كده ساهمنا في الحفاظ على استقلال المحامي الإدارات القانونية. وعاشور يتفقد لجنة مدونة السلوك المهني ويستمع لمقترحات المحامين على هامش أعمال المؤتمر السنوي، وينفي تنازل نقابة المحامين عن الطعن في عدم دستورية قانون القيمة المضافة. عاشور يعقد لقاء خاصا للرد على أسئلة محامي الإسماعيلية، وعلى هامش المؤتمر يعقد لقاء مفتوحا مع جموع المحامين. أمين عام المؤتمر يقول في كلمته إن المؤتمر يشهد تطويرا متزايدا كل عام، ويشرح تفاصيل مدونة السلوك. أنا بعتبر أن هذا انتصار، وانتصار مهم جدا، لأن هذه المدونة ليست نصا تشريعيا بعد مشاركة، إنما هي نصوص
بيضعها المحامين انفسهم لكي يحتكموا اليها فيما يتعلق بسلوكهم المهني وادائهم المهني. هذا حدث وعرف جديد ان المحامين هم اللي بيضعوا المدونة السلوك بتاعتهم، مش مستنيين مشرع عشان هو اللي يشرع لهم، لا هم اللي هيضعوا القواعد واداب المهنة وسلوك المحامي واداب المهنة وكل ما يتعلق بشؤون هنا المحامين هي اللي هتضعه، والمحامين هي اللي هتقره، وعندما يقر او تقر هذه المدونة بتنشر في الجريدة الرسمية وتعد في حكم القانون، يلتزم مجلس النقابة والجمعيات الحكومية وكل ما يخص نقابة المحامين يعتبر كتشريع صادر بالضبط من البرلمان. نقيب المحامين في جلسة لجنة ضوابط القيد بالمؤتمر يقول: لن نتراجع عن تنقية الجداول ولا تساهل في إثبات الاشتغال، ونجحنا في ذلك بنسبة 90%. ففكرة التساهل لازم تبقى مربوطة بالالتزام، مفيش حاجة اسمها مفيش اشتغال. القانون قال انه بيعفي في بداية الخير فترة التجنيد من بتتحسب اشتغال، خلاص فترة التمرين بتتحسب اشتغال، إذن في إعفاء قانوني من مسألة الاشتغال إذا ارتبطت بشغل حقيقي في طول السنوات التالية. ندخل بقى في يعني إيه ما عنديش اشتغال سنة ولا اثنين أصلاً كنت تعبان، طب كنت بشغل إيه؟ كنت عايش مزاج. يعني ما إحنا مش عايزين نلف على بعض أو نحاول نبحث في كل حالة أو في كل استثناء عشان نعمل منه قاعدة نعممها نتصرف اللي وراها آلاف الحالات. كل حالة تؤخذ بحالتها، كل حالة تتعامل بحالتها اللي موجودة. ما نتحججش انه في الموظف اللي جوه الدبلوم هو اللي بتمناه انه موظف ما بيقيمش حاجة. على فكرة اللي جاي اللي عندنا دي مش بتقيم شغلك، ملهاش دعوة بالتقييم خالص، ده هي بتعد عدد اعمال توكيلات محاضر جلسات في ولا مفيش، بتبص للاختام سليم ولا مش سليم. في الجلسة الختامية للمؤتمر المحامون يلتفون حول نقيبهم، وفي كلمته النقيب العام يحيي وفد اتحاد المحامين العرب ويعيد التذكير بقضايا الأمة العربية. في الجلسة الختامية نقيب محامي البحر الأحمر محمد جمعة يشكر ضيوف المؤتمر ويحيي مؤسسات الدولة التي أسهمت في إنجاح الانعقاد. أمين عام المؤتمر مجدي سخا ويحيى التوني أمين صندوق النقابة يتلوان البيان الختامي وتوصيات المؤتمر السنوي 19 للمحامين.